ايام بروفيسور سيد مندور، اي ام ا بروفيسور اوف بلاستيك سيرجري ان طنطا يونيفرستي. بالنسبه للميشن او اللي احنا عايزين نقوله للبابليك، اول حاجه بالنسبه لشفط الدهون بنحب نعرف البابليك ان دي مش وسيله لانقاص الوزن، انما بنقدر نحسن بيها الشيب بتاع البودي، يعني العلاقة ما بين الخصر والأرداف. بنجيبها مثلا 0.7 من 10 أو 0.5 من 10 إذا كانت بتحب الهانش كبير شوية، إنما ما هيش وسيلة أبدا لإنقاص الوزن. السمنة المفرطة ديت علاجها يعني عمليات تكميم المعدة، تحزيم المعدة، أي حاجة دي بتخلي الوزن يقل، وبعد كده بننسق القوام وبنشيل اي ترهلات في الجلد. النقطة الثانية اللي عايز برضو الاخوة المشاهدين يشوفوها، اللي هي اختيار جراح التجميل. الحقيقة الملاحظ في الاوقات الاخيرة ان في ناس كتير قوي ما هيش كواليفايد بتشتغل سيتك بروسيديورز، وده في منتهى الخطورة وبيجينا منه مضاعفات كبيرة جدا. فيا ريت يبقى في نوع من الكنترول على اللايسنس، الناس اللي بتشتغل should be licensed وتبقى well trained. شكرا جزيلا.